السلام عليكم. نرجع تاني للجزء الأخير اللي بنتكلم عنه، بنتكلم على الـ Energy Use in Industry. الآن Energy Intensive Industries اللي هي Energy Cost are 3% of the cost of making the final product. لما تكون أكبر من 3% استهلاك الطاقة للمنتج، لسعر المنتج النهائي، فهذا بنسميها energy intensive industry. Primary industry uses freely available raw material to form their end product such as iron and steel, aluminum, سمنت. العدي من اكثر الصناعات اللي بتستهلك طاقه اللي هي ايش؟ صناعه الحديد والصلب، صناعه الالومنيوم، وصناعه الاسمنت. الان اوتوموبيل اندستري يوز ستيل از ا رو ماتيريال تو ميك كارز از ا سكندري اندستري. يعني صناعه السيارات مش صناعه برايمري اللي هي اساسيه، صناعه ثانويه اندستري. داس ات از نوت انرجي انتنسيف. اللي عندي energy embedded in the iron and steel is not included while calculating the energy requirement of automobile manufacturing. Light industries اللي هي الصناعات الخفيفة اللي هي energy cost فيها are less than 3% of the total product cost such as food and drug processing, textile, النسيج, automobile, blob and paper, الأوراق والكرتون. هذا كله هي صناعات خفيفة بنعد فيها. الانرجي انتنسيف زي ما حكيت هن أكتر أربع شغلات اللي هي إيش؟ الأيرون أند ستيل، الحديد والصلب، الألومنيوم، الألومنيوم، البتروكيميكال، صناعات البتروكيميائية، وصناعات الإيش؟ الإسمنت. لما نيجي نتطلع عندي مثلا صناعات الحديد والصلب اللي هي بتاخد ايش 1040 ام تي اللي هي بير اير. الان لما نيجي نطلع عليها هذه، نيجي نطلع ايش في عندي القطاعات الموجودة. قطاع الكونستراكشن في الحديد والصلب بياخد 56%، 42 بروح للمباني، و14 بروح لمين؟ للانفراستراكشر، البنية التحتية. الآن لما نيجي نتطلع على الحجم الثاني بيجي اندستريال اكويبمنت. الاندستريال اكويبمنت بالنسبة للحديد الصلب، الصناعات الميكانيكية بتاخد 13، الصناعات الكهربائية بتاخد الايش؟ 3%. على مداجر الأجهزة الصناعية بلاحظ جزء كبير بروح لمين؟ للميكانيكا. ميتال برودكت 16%. الميتال برودكت ميتال جودز، البضاعة الحديدية بتاخد 12. الأبلاينسز اللي هي الأجهزة البيتية بتاخد 3%. الباكجينج اللي هي التغليف يعني هاي بتاخد كام؟ 1%. الآن لما نيجي للترانسبورتيشن، صناعة السيارات بتاخد 9، هذا ترانسبورتيشن ككل من الحديد والصلب بتاخد قديش؟ 12%. 9% بروح لصناعة السيارات، والسفن والشاحنات بتاخد 3%. بس ككل ايش بنلاحظ؟ هذا ميجا تون 1040 ميجا تون بير اير اللي هي الستيل. الان تيجي للي بعدها الالومنيوم، تقريبا 45 ميجا تون بير اير. الجزء الكبير بروح للترانسبورتيشن، والترانسبورتيشن صناعة السيارات بتاخد 18%، القطارات والطائرات بتاخد 2%، الشاحنات 7%. تيجي بعدها الميتال برودكت، صناعة الحديد، صناعة الحديد بتاخد قديش؟ للباكجين بتاخد 13%، الابلاينسز بتاخد 7%، الاذرز 7. الان الاندستريال اكويبمنت بتاخد 20%، الهيتنج والفنتليشن 7، الكوابل 9، الالكتريكال 4،
الكونستراكشن بتاخذ 24 وفي الغالب كله بروح للمباني لانه الشبابيك والابواب وال الان البيوت الحديثه بتاخذ يعني خلينا نقول المباني الخارجيه وهذه كلها بتاخذ في هذا المجال. كويس، فهذه هي صناعه الالومنيوم. الآن لما نيجي نطلع على نقارن صناعة الألمنيوم والصناعات الأخرى اللي عندي، قديش بتستهلك طاقة في السنة؟ الستيل بنلاحظ بتستهلك 38 ايتا جول بير يير، بينما الألمنيوم 7.6 ايتا جول بير يير. الآن لما نيجي نطلع عليها، هنا الجلوبال برودكشن بير يير، قديش الإنتاج السنوي، قديش الماتيريال يوزد per person per year، الآن الـ energy used في هذا الحقول per person per a day. الآن لما نيجي في الأسمنت بلاحظ بيستهلك قديش، بننتج 2800 ميجا طن per year. الآن اللي عندي الاستخدام للفرد معدل الاستخدام للفرد بالسنة من الكيلو 378 كيلو جرام لكل فرد بالسنة، هذا حصة كل واحد على مستوى العالم. الآن الانرجي يوز بلاحظ بتساوي 3.75 لكل فرد بالسنة، هذه في صناعة الاسمنت، يعني هي أكثر صناعة بتستهلك. الآن نيجي بعدها للستيل، الستيل بيجي بعدها تاني، كل واحد حصته 140 كيلو جرام بالسنة، الآن معدل 0.74. الورق 390، معدل الاستخدام لك 53 كيلو، الآن 0.57 كيلو وات أور باليوم. البلاستيك 230، معدل لك في السنة 31 كيلو، باليوم استخدام طاقة 1.15. الأمونيا 160، وقلنا هذا مصدر اللي هو بيستخدم في الزراعة، بعالم الزراعة، وبيستخدم لمصادر الطاقة الآن علميا جديد بيركزوا عليه، بس هذا في حقول الزراعة مستخدم اللي هو النشاد اللي احنا عندنا. الحصة بالسنة لكل شخص 22 كيلو، معدل الطاقة 1.89. الألومنيوم المعدل الاستخدام بالسنة للشخص 6 كيلو بالطاقة 1 إلى اليوم 1.2 كيلو وات بير أور. الآن نيجي نطلع على الانرجي يوز ككل، بنلاحظ الترانسبورتيشن بتاخذ 20%، المباني الترانسبورتيشن 25، المباني 20، الاندستري 55%، يعني القطاع الاكبر للاستهلاك للطاقة هو قطاع الاندستري على مستوى العالم. الان نيجي ننهي الشابتر هذا، بنلاحظ انه استهلاكات الطاقة في قطاع الصناعة هي الاستهلاك الاكبر، بيجي بعدها قطاع الترانسبورتيشن اللي عندي، الترانسبورتيشن اللي هي المواصلات بشكل اساسي، المباني بتيجي مش بعيدة عنها. الان what is the difference between energy and power، الكل لازم يعرفها، الانرجي والباور اللي هي العلاقة بينهم، الباور هي معدل استهلاك الطاقة. الان what exergy، الاكسيرجي هي how we compute the useful energy. What is the energy carriers، ايش بنعني فيها، اللي هي بنسميها the primary sources of energy. How we can compute energy uses in transportation او الباسنجر كارز اللي عندي. What do you think about creating your own energy unit and power unit، يعني لو انا احنا شفنا تكلمنا على ستيفن، تكلمنا على هيومن، تكلمنا على جولز، تكلمنا على الكالوري، تكلمنا على الوات اور كيلو وات اور. الان انا ايش الوحدة اللي ممكن استخدمها، ممكن اعمل وحدات مختلفة عندي خاصة بينا يا اهل غزة مثلا، خاصة بينا كطلاب، خاصة بينا خلينا نقول كواحد بيشتغل في عامل بناء، هذا كلهيتها، او واحد فينا يعني خلينا نقول بيرفع اثقال، فاي حاجة من هذه بنقدر نستخدمها كوحدات. هيك بنبقى ان شاء الله خلصنا
المحاضرات المصورة تبعت الوحدة الأولى، وإن شاء الله بنفتح الدسكشن، بنحل بعض الأمثلة الخاصة بمسائل إلها علاقة بالترانسبورتيشن، إلها علاقة لما نيجي نطلع عليها في المباني والحيطان وهذه والجدران والشبابيك. يعطيكم العافية.